أول مرحلة مرحلة الكتاف بتكون. منحوش الزيتون ومنحطه بصناديق ومناخده على المعصرة. بس نوصل على المعصرة منحطه بالأول جرن ومنرفعه على المروحة حتى يطير الورق كلياته ويروح لبرا والزيتون بينزل على المغسل. بتغسل بشكل دقيق وبينزل على الجرن تبع الكسارة، هو جرن نظيف. بعدين منسحبه على الكسارة، نحن منكسره للزيتون، بس ما نكسره مننزله على المدرس، يعني على الحجر. منخلطه مزبوط، مندرسه مزبوط تينعم، ومنخلطه بمي حتى يحلى، حتى تطلع المرورة منه. بعدين مننزله على الفلاشة. بالفلاشة منخلطه كمان منيح ومنعبيه بالعربيات تبع المكابس. ومناخده على المكبس ومنكبسه. من بعد ما نكبسه بينزل الزيت والعكر بجرن. بعدين بنسحبه من الجرن على المصفاية. بالمصفاية بتصير عملية الفرز، الزيت بينزل لحال والعكر بيروح لحال. هذا الجفت بياخدوه ناس بيشتروه مننا، بنبيعه بالطن، بتصور بيرجعوا بكبسوه بيشيروا منه زيت، وفي منهم بيرجعوا بيصنعوا منه فحم أو بياخدوه بيستعملوه للتدفئة.